وأسقطوا جنينها. تدرون أسقطوا جنينها شلون؟ ها؟ لماذا نادت يا فضة إليك فخذيني؟ تدري ليش؟ لأن كانت ولادة طارئة، كانت ولادة خطيرة، أحست بالموت، لذلك ما تريد أحد إلا مرة، فمرة مثلها. من وياها؟ فضة. فضة الحقيلي، الحقيلي يا فضة، ما يخالف ليالي الفاطمية خلي يحترق قلبي شوي أكثر. يلي عندكم أولاد تذكرون الولادة، حتى في مستشفى الولادة الطبيبة المولدة تفرح لما تسمع أنين وبكاء الوليد، مو هيك؟ ما من وليد يولد إلا وهو باكي، هاي واضح بعد. لكن إخواني أنا أعرف وليد واحد ولد بدون بكاء وهو المحسن. تدري ليش؟ لأن المحسن ولد ميتا يا جماعة. العصر قتلته، بين الحائط والباب، لقد قتلوا الولد قبل الأم. وويلاه وفاطمة، بين الباب. أنت لا تسمع صوتي، أنا شوية تعبان صوت ما عندي هالليلة، أريدك أنت تصيح وتوصل صوتك إلى البقيع وإلى المدينة. بين الباب والحائط حصارني، لا لا لا، هاي مو صرخة الفاطمية، صرخة قريب منك. بين الباب والحائط حصارني، عصرني واسقطني جنين ولا رحمني، واسقطني جنين ولا رحمني. وابن عمي مشت افراح عني، وويلا وعليا. وابن عمي مشت افراح عني، وهو كهف الارامل والمساجي، وهو كهف الارامل ويل مساجد. الله الله أكبر الله أكبر. لقد ضربوا الأم في المدينة وضربوا البنت في كربلاء. يصير ليلة نقرأ على الأم وما نقرأ على البنت، ما نقرأ على الولد، من المدينة ما نروح إلى كربلاء، ها يصير. سكينة نادت أبا لقد قتلوا عمتي زينب، هيا حسين. وانصحت بويا يشتموني، أنعم جوابا
أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالثوب ألم أضلعي.